صباح الخير، معكم المعلمة ريم زحلوط وتلاميذي من الصف الثالث مدرسة الشريف الرضي. درس اليوم في مادة الاجتماعية، الدرس بعنوان أحددوا موقعي. صغاري لنتعرف عليكم، تلاميذي في الصف الثالث، تفضل. رفيق الطليع نور سلوم. الرفيقة الطليعية نور الزهراء بدور. الرفيق الطليعي محمود محريز. الرفيقة الطليعية حلا سلام. الرفيقة الطليعية مريم محمد. الرفيقة الطليعية شام عيسى. أهلا بكم أحبائي، درس اليوم في مادة الاجتماعية، الدرس بعنوان أحدد موقعي. أحبائي، زملاؤكم في الصف الثالث في مدرسة أخرى قرروا الذهاب في رحلة إلى إحدى المحافظات السورية، كنا في الدرس السابق قد تعرفنا، ما عدد المحافظات في وطني سوريا؟ شام؟ 14 محافظة. أحسنت الإجابة، إذن في وطني سوريا 14 محافظة. قرر تلاميذ الصف الثالث مع مدرستهم ومعلمتهم الذهاب في رحلة إلى إحدى هذه المحافظات، وهي محافظة حماة. هل تعرفون محافظة حماة؟ نعم. هل تعرفون محافظة، من منكم لا يعرف محافظة حماة؟ بما تشتهر محافظة حماة؟ ما أشهر ما فيها من معالم؟ نور؟ بنواعيها. تشتهر محافظة حماة بنواعرها، شكرا لك يا نور. إذا قرر تلاميذ الصف الثالث الذهاب في رحلة مع معلمتهم إلى محافظة حماة. وصلوا إلى ساحة العاصي في محافظة وسط محافظة حماة، حيث يمر نهر العاصي. انظر هناك النواعير. لكنهم قرروا زيارة هذه الأماكن في المحافظة. أحضروا معهم مخطط، لكنهم نسيوا أن يحضروا معهم شيء آخر لتحديد موقع وأماكن التي يريدون زيارتها. ما رأيكم بمساعدتهم لتحديد الموقع، الأماكن، مواقع الأماكن التي يريدون زيارتها؟ هل نساعدهم؟ نعم. ما رأيكم يا أصحاب القبعات الست؟ نعم. كيف سنساعدهم يا صاحبة القبعة الزرقاء؟ تفضل. ما رأيك يا صاحبة القبعة البيضاء؟ يمكنهم استخدام البوصلة، فالبوصلة هي أداة لتحديد الجهات كما تعلمنا في درس العلوم المغناطيس. وأنت يا صاحبة القبعة الحمراء بماذا تشعرين؟ أشعر أنهم باستخدام البوصلة سيصلون إلى الأماكن التي يرغبون بزيارتها بنجاح، وعندها سيشعرون بالسعادة. ما رأيك يا صاحب القبعة السوداء؟ لكن ماذا لو لم يكن معهم البوصلة؟ فقد لم يخطر ببال أحدهم إحضار البوصلة. وأنت يا صاحب القبعة الصفراء؟ أنا برأيي فكرة جيدة، إن استخدام البوصلة سيوفر الوقت وسيصلون بسرعة وسهولة إلى المكان الذي يريدون زيارته. ما رأيك يا صاحبة القبعة الخضراء؟ يمكنهم أن يسألوا الناس عن موقع المكان الذي يريدون زيارته. ولكن ما رأيكم أن دعهم يعتمدون على أنفسهم؟ هل هناك طرق أخرى؟ كما يمكنهم تحديد الجهات الأربع الأساسية، الشمال، جنوب، شرق، غرب، التي تعلمناها في الصف الثاني، والجهات الفرعية. إذن تعالوا لنخبرهم بأنهم يستطيعون تحديد الموقع بعدة طرق: البوصلة، الجهات الأربع الأساسية، والجهات الفرعية التي سنتعلمها في درس اليوم. شكرا لكم يا أصحاب القبعات الست على هذه المقترحات الجميلة. وهم فعلا وبالتأكيد قد نسيوا إحضار البوصلة، لذا نحن في درس اليوم سنعلمهم وسنذكرهم في الجهات الأساسية والجهات التي تعلموها في الصف الثاني، والجهات الفرعية التي مع مرور الوقت سيتعلموها في منهاجهم. الآن دعونا نتذكر معهم ونذكرهم ونقوم بمساعدتهم في تذكر الجهات الأساسية من خلال مشاهدة هذا الفيديو. الشمال، وأنا جهة الجنوب.
كما مر معنا في بالفيديو وكما مر معنا في الصف الثاني، ما عدد الجهات الأساسية؟ حلا على المايك. أربعة. أربع جهات، ما هي؟ بالإشارة إلى جسمي. جهة مريم. جهة الشمال وجهة الجنوب وجهة الشرق وجهة الغرب. شكرا لك يا مريم. الآن بعد أن شاهدنا هذا الفيديو سنساعد زملائنا في إيجاد مواقع وتحديد مواقع الأماكن التي يريدون زيارتها. إذا أرادوا الذهاب إلى النواعير عليهم السير نحو جهة، لنعود إلى الصورة الأساسية، النواعير في أي جهة؟ إذا أرادوا الذهاب إلى النواعير إلى أي جهة عليهم الذهاب يا نور الزهراء؟ تفضلي، إلى أي جهة؟ إلى جهة الشمال. إلى جهة الشمال، أحسنتي. نعود إلى السؤال، وإلى المطاعم عليهم السير نحو، إلى المطاعم عليهم السير نحو جهة محمود؟ الجنوب. الجنوب، أحسنت. وللوصول إلى الجامعة يتجهون نحو جهة؟ إلى الجامعة عليهم الذهاب إلى جهة الشرق. جهة الشرق، أحسنت يا نور. إذا أرادوا زيارة السينما فلا بد أن يتجهوا نحو جهة، تعالوا لنرى أين هي السينما وفي أي جهة. السينما، السينما، إن لم يشارك شان تفضلي. إلى جهة الغرب. أحسنتي، إلى جهة الغرب. إذا أعيد وأكرر، إذا أرادوا الذهاب إلى النواعير عليهم السير نحو جهة الشمال، وإلى المطاعم عليهم السير نحو جهة الجنوب، وللوصول إلى الجامعة يتجهون نحو جهة الشرق. وأما إذا أرادوا زيارة السينما فلا بد أن يتجهوا نحو جهة الغرب. هذه هي الجهات الأربع الأساسية التي تعلمناها مسبقا في الصف الثاني. في درس اليوم سنتعلم شيء جديد، سنعود إلى الصورة الأساسية. أرادوا هؤلاء التلاميذ زيارة المتحف، زيارة المتحف، أراد هؤلاء التلاميذ زيارة المتحف، لكن المتحف أين يقع؟ هل يقع في إحدى الجهات الأساسية الأربعة؟ هل يقع في إحدى الجهات الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب؟ هل يقع في إحدى الجهات الأساسية الأربعة يا مريم؟ لا. لا، يقع في إحدى الجهات الفرعية، يقع في إحدى الجهات الفرعية. لذا علينا أن نتعرف على هذه الجهات الفرعية ليمكننا تحديد موقع المتحف لمساعدة هؤلاء التلاميذ. تعالوا لنتابع هذا المقطع الفيديو الذي سيساعدنا أيضا في التعرف على الجهات الفرعية. هذا الفيديو بين لنا الجهات الفرعية، كما شاهدنا بالفيديو كيف يمكننا تحديد الجهات الفرعية استنادا على ماذا؟ على أي جهة أساسية؟ تحديد الجهات الفرعية يعتمد على الجهات الأساسية، لكن هل على الجهات الأربعة؟ على الجهات الأربعة أم على جهتين فقط؟ ما هما هاتين الجهتين الأساسيتين نور؟ شمال وجنوب. شمال والجنوب، تحديد الجهات الفرعية يتم اعتمادا على جهتين أساسيتين هما الشمال والجنوب. الشمال والجنوب. نعيد سوية على جسمي جهة سأشير إلى الجهة وستجيبوني. شمال. برفع الأيدي، تفضل محمود. الشمال. الشمال. حلا. الجنوب. الجنوب، أحسنتي. نور الزهراء. شرق. شرق، أحسنتي. شام. الغرب. الغرب، هذه هي الجهات الأربع الأساسية. سنحدد الجهات الفرعية كما شاهدنا بالفيديو اعتمادا على جهة
الشمال. مريم، على اعتمادا على جهة الشمال وجهة الجنوب. اعتمادا على جهة الشمال وجهة الجنوب. سويت. في هذه الجهة اعتمادا على جهة الشمال وجهة جهة الشمال، اعتمادا على جهة الشمال. الموقع هنا شمال، سأبدأ دائما بكلمة الشمال أو الجنوب حسب الموقع. إذا كنا في هذه الاتجاه كلمة الشمال، شمال، ما هذه الجهة؟ نور، شرق. شرق، سأبدأ بكلمة الشمال الشرقي، الشمال الشرقي، المكان هنا الشمال الشرقي. الآن سأوزع بطاقات الدقيقة الواحدة وسنعمل معا لتحديد باقي الجهات الفرعية، باقي الجهات الفرعية. وسأشير إلى كل جهة تمثيل في جسمي أنا، في جسدي أنا. هل أنتم مستعدون؟ نعم. نعم. أعيد، شمال، جنوب، شرق، غرب. حددنا هذا المكان هو الشمال الشرقي بدقيقة واحدة. أريد هذا المكان هنا بدقيقة واحدة. من ينتهي فليصفق، من ينتهي فليصفق. أحسنتم الإجابة جميعا، أحسنتم الإجابة جميعا. سأعيد التمثيل في هذا المكان، في هذا المكان. حلا، ما كانت إجابتك؟ الشمال الغربي. أحسنت الإجابة. نور الزهراء، ما كانت إجابتك؟ الشمال الغربي. إذن حددنا الجهة الفرعية اعتمادا على جهة الشمال، الشمال الغربي. الآن أيضا وبدقيقة واحدة أريد تحديد الجهة هنا، من ينتهي فليصفق. سأتجول لأرى الإجابات. جهة هكذا نور. سنعرض الإجابات، سنعرض الإجابات. شام، ما كانت إجابتك؟ الجنوب الشرقي. الجنوب الشرقي، الجنوب الشرقي. مريم أيضا ما كانت إجابتك؟ الجنوب الشرقي. الجنوب الشرقي. الآن أيضا الجهة الفرعية الأخيرة، الجهة الفرعية الأخيرة سأمثلها تمثيلا. أحسنتم، أحسنتم جميعا. الآن محمود حدد لي هذه الجهة. الجنوب الغربي. الجنوب الغربي، أحسنتم. إذا أعيد وأكرر، تحديد الجهات الفرعية يتم استنادا واعتمادا على جهتين أساسيتين وهما الشمال والجنوب. جنوب، الشمال والجنوب. جنوب. هذا ما سنشاهده، هذا ما شاهدناه في تلخيص الجهات الفرعية. إذن لتسمية الجهات الفرعية نعتمد على جهة الشمال وجهة الجنوب، وقد قمت بتمثيل هذا الشكل في جسدي، في جسمي، تمثيل جسدي. إذن الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب. الشمال الشرقي، قمتم بالحلول، الشمال الغربي، الجنوب الشرقي، وقمتم أيضا بالحلول من خلال ورقة الدقيقة الواحدة بالجنوب الغربي، بالجنوب الغربي. الآن نعود إلى تلاميذ الصف الثالث الذين هم بانتظارنا لتحديد، يريدون زيارة المتحف. ألا نحدد لهم مكان المتحف، موقع المتحف؟ تعالوا لنعود لنحدد موقع المتحف.
اعتمادا على الجهات الفرعية، شمال الأساسي عفوا، شمال جنوب، هذه هي الشرق، هذا الغرب، المتحفونة. وبدقيقة واحدة أريد من أبطالي الحلوين أصحاب القبعات الست حدد مكان وموقع المتحف، المتحف في أي جهة فرعية يقع المتحف، وبدقيقة واحدة من ينتهي سيقوم بالتصفيق. لكن الآن سنقوم ليس فقط بعرض الحلول إنما بالشرح، شرح اعتمادا على ماذا؟ من المتبرع الذي سيجيب أين يقع المتحف في أي جهة فرعية؟ من المتبرع؟ حلا، في أي جهة يقع المتحف يا حلا؟ الشمال الغربي. الشمال الغربي، الشمال الغربي. حلا اشرحي لنا كيف عرفتي أنها في الجهة الفرعية الشمال الغربي؟ جهات الفرعية، نعم، الشمال الغربي اعتمادا على شو؟ على عفوا على ماذا؟ على الشمال وعلى الغرب. اعتمادا على الشمال وعلى الغرب. أعيد الفكرة، الجهات الفرعية نحددها اعتمادا على الجهتين الأساسيتين، الشمال والجنوب. الشمال والجنوب. أحسنتي، شكرا لك يا حلا. إذا ساعدنا رفاقنا في الصف الثالث، حددنا لهم مكان المتحف، المتحف يقع في جهة الشمال الغربي، الشمال الغربي. تأملوا الصورة صغاري، تأملوا الصورة، يا لها من صورة في غاية الروعة. ماذا نرى في الصورة يا محمود؟ ماذا رأيت في هذه الصورة؟ مصور وخريطة ماذا؟ رأيت خريطة دمشق. خريطة؟ ما اسم وطني؟ سوريا. خريطة سوريا. حلا ماذا رأيت مصور وخريطة ماذا؟ وخريطة وطني؟ وطني سوريا. سوريا، ما بكي؟ مريم ما هذا؟ مخطط خريطة وطني سوريا. خريطة ومصور وطني سوريا، الوطن الأغلى والوطن الأجمل، وطني الجمهورية العربية السورية. هل تحبون الوطن؟ نعم. ما واجبنا تجاه وطني الأغلى والأحلى، وطني سوريا؟ ما واجبنا؟ أنتم كأطفال ماذا عليكم ليكبر الوطن فيكم؟ ما واجبنا يا شام؟ المحافظة على نظافته ونبنيه بالعلم والعمل. أحسنتي، شكرا لك على هذه الإجابة الجميلة. ندافع عن وطني، لكن أنا كموقعي كطفل بالجد والاجتهاد والعلم، عندما أجد وأجتهد وأتعلم سيكبر بي وطني، وسأصبح في المستقبل إن شاء الله خادما مطوعا لهذا الوطن في أي مجال أختاره في جوانب حياتي. إذن هذه الصورة هي صورة وخريطة ومصور الوطن الأغلى والأحلى، وطني الجمهورية العربية السورية. ما عاصمة وطني سوريا؟ ما عاصمة وطني سوريا يا نور؟ دمشق. دمشق. الآن عرضت هذا المصور، أريد تحديد المكان الذي نحن فيه. أين نحن؟ في أي محافظة الآن؟ في أي محافظة شام؟ في محافظة دمشق. دمشق. سأحدد مكان موقع دمشق على المصور. هل رأيتم دمشق؟ نعم. هل رأيتم دمشق؟ نعم. الآن السؤال، هل رأيتم دمشق؟ نعم. هذه هي عاصمة، موقع محافظة دمشق، وهي عاصمة وطني الجمهورية العربية السورية، على امتداد محافظات وطني التي تعلمناها في الدرس السابق، وقلنا أنها 14 محافظة. ما المحافظة التي ترغبون بزيارتها من المحافظات 14 التي يمتد عليها وطني سوريا؟ نور الزهراء، ما المحافظة؟ اللاذقية. لماذا تودين زيارة اللاذقية؟ ماذا يعجبك في اللاذقية؟ ماذا يوجد في اللاذقية وهو جميل جدا ونذهب لزيارته؟ مريم،
لأستمتع بجمال البحر. استمتع لتستمتعين بجمال البحر. نور الزهراء، اعتمادا على مقترحها تود بزيارة محافظة اللاذقية. انظري إلى محافظة اللاذقية على المصور سوريا، هل رأيتي محافظة اللاذقية؟ نعم. أريد الآن وبدقيقة أيضا واحدة تحديد موقع محافظة اللاذقية، في أي جهة تقع اللاذقية بالنسبة إلى دمشق. سأرسم، تمهلوا قليلا، لم أعلن البدء. محافظة دمشق، سأرسم الجهات الأربعة. في أي موقع؟ تفضل. الآن محمود، أين تقع محافظة اللاذقية بالنسبة إلى محافظة دمشق؟ في أي جهة؟ هل الجهة فرعية أم أساسية؟ هل الجهة فرعية أم أساسية؟ جهة فرعية. جهة فرعية. في أي جهة تقع محافظة اللاذقية بالنسبة إلى دمشق؟ الشمال الغربي. في جهة الشمال الغربي. الشمال الغربي. شام، ما كانت إجابتك؟ في أي جهة تقع محافظة اللاذقية بالنسبة إلى موقع دمشق؟ الشمال الغربي. جهة الشمال الغربي، في جهة فرعية وهي الشمال الغربي. شكرا لكم، شكرا لكم صغاري على هذه الحلول الجميلة. الآن هناك نشاط، لنتنشط قليلا. تأملوا الصور ومدلولاتها. سأقرأ السؤال وسنعمل كثنائيات، سنعمل معا كثنائيات. أرسموا في المخطط، سنرى المخطط لاحقا، أرسموا في المخطط الرمز الدال على الأماكن الآتية بحسب الجهة التي تقع فيها، حسب جهتها، بحسب الجهة. جهة الشرق سنضع المطار، في جهة الشرق سنضع المطار وهذا رمز المطار، طائرة. في جهة الشمال الشرقي مكتبة ورمزها كتاب. في الجنوب الغربي المشفى ورمزها الهلال. في الغرب الميناء. هل رأينا الرمز الميناء؟ نعم. في جهة الجنوب الصيدلية، وفي جهة الشمال موقف السيارات، وفي جهة الشمال الغرب المطعم، وفي جهة جنوب الشرق وزارة، وزارة من وزارات وطني سوريا. هذا هو الجدول. سأوزع لكل صناعية، هذا هو الجدول. ستقومون كثنائيات، نور ونور الزهراء معا، محمود وحلا معا. من يريد أن يرسم فليرسم، من يريد أن يكتب كتابة فليكتب. تأمل، هذا هو الجهات، جهة الشرق، الغرب، الشمال، الجنوب. ستضعون، أين جهة الشرق؟ في جهة الشرق ضعي. تريد أن ترسمي طائرة؟ أرسمي طائرة. تريد أن تكتبي كتابة؟ أكتبي مطار. جهة، الجهات محددة، أنت ضعي في جهة، أنت قم بوضع فقط اسم المكان حسب جهته. شرق المطار، جهة الشرق المطار، جهة شمال الشرق المكتبة، جهة الجنوب الغرب المشفى، جهة الغرب الميناء، وجهة جنوب شرق الوزارة، شمال غرب المطعم، والشمال موقف السيارات، وأخيرا الجنوب الصيدلية. ابتدأ العمل كثنائيات. واحد، اثنان، تفضل. اتفقوا أولا الرسم أم كتابة؟ والثنائية التي تنتهي ستصفق معلنة الانتهاء. أحسنتم. أعيد، في جهة الشرق المطار، في جهة الشمال الشرق المكتبة، الجنوب الغرب المشفى، جنوب الغرب الميناء، وجنوب شرق وزارة، وشمال غرب المطعم، ثم الشمال موقف السيارات، والجنوب الصيدلية. يا لكم
رسم رائع يا نور، أحسنت الرسم يا نور. في الجنوب الغرب. ثنائية شام ومريم ممتازين. الثنائية التي تنتهي فلتصفق معلنتان. تأكدي تأكدي. أحسنتم، انتهت ثنائية شام ومريم. ثنائية الرسامين نور الزهراء ونور، أحسنتم الرسم. نعم. الجنوب الغربي. جنوب الغربي، ما هذه الجهة؟ ما هذه الجهة؟ محمود ما هذه الجهة؟ جهة الجنوب. وهم؟ الجنوب الشرقي. الجنوب الغربي. نعم، جنوب الغربي. جنوب الغربي، ما هي ما هو المكان المحدد في الجنوب الغربي؟ أحسنتم عملا، أحسنتما. بانتظار ثنائية الرسامين نور ونور الزهراء، فضلا الرسم، فضلا الرسم ورسمهما رائع. ما هذه الجهة يا نور الزهراء؟ ما هذه الجهة؟ الجنوب. الجنوب. ما المكان المحدد في جهة الجنوب؟ سترسمين أيضا. كأس تلتفه أفعى. أفعى. أفا، أحسنت الرسم، أحسنت الحل والرسم، أحسنتما، أحسنتما. الآن فلتعرض الثنائيات حلولها، أريني الحلول، أريني الحلول. هل انتهت الثنائيات من حل الحل؟ أحسنتم. هناك ثنائيات ثنائيتان فضلتا الكتابة، وثنائية نور ونور الزهراء فضلتا الرسم ورسما بطريقة جميلة جدا. الآن سنرى هل الحلول صحيحة، هل الحلول صحيحة؟ شكرا لمجهودكم جميعا. الآن سنرى هل هذه الحلول صحيحة. الآن هذا هو الجدول، سأشير إلى الجهة، الجهات، سنذكر بالجهات الأساسية، سنحل الجهات الأساسية. نعود تذكيرا، الجهات الأساسية ما هي؟ شام، الشمال، مريم، جنوب، حلا، الشرق، الشرق، محمود، الغرب، الغرب. سنحل، ما هي حسب حلولكم، ما المكان الموجود في جهة الشمال من الحلول؟ مريم حسب ثنائيتك ما؟ موقف السيارات. موقف السيارات جهة الشمال. موقف السيارات. سنبدأ من جهة الشرق، سنبدأ من جهة الشرق. جهة الشرق يا نور، جهة الشرق رسمتها رسم الميناء. الميناء جهة الشرق، انتبه، جهة الشرق. جهة الشرق يا محمود المطار. المطار جهة الشرق هو المطار. جهة الشرق المطار. جهة
ما هذه الجهة؟ من سيحدد لي هذه الجهة؟ محمود؟ الجنوب الشرقي. الجنوب الشرقي. شام، ما هو المكان الموجود في الجنوب الشرقي؟ وزارة. وزارة، أحسنتي. الآن هي هذه الجهة، هذه الجهة، هذه الجهة يا نور الزهراء. الشمال الشرقي. ما هو المكان الموجود في جهة الشمال الشرقي؟ المكتبة. المكتبة، شكرا لك. الآن الجهة شام. الشمال الغربي. الشمال الغربي، ما هو المكان الموجود في الشمال الغربي؟ المطعم. المطعم، شكرا لك. الآن الجهة الفرعية الأخرى، الجهة الفرعية نور. الجنوب الغربي. الجنوب الغربي، ما هو الموجود لديك في الحلول الموجود لديك في الجنوب الغربي؟ المشفى. المشفى. الآن جهة الشمال يا حلا. موقف. اقرأي من حلولك. موقف السيارات. موقف السيارات. جهة الغرب. جهة الغرب محمود. الميناء. الميناء. بقي جهة الجنوب يا مريم. صيدلية. شكرا لكم ولحلولكم الرائعة مثلكم، يدينا عالية، صفقتان لكم منكم ولكم، صفقتان متتاليتان، واحد اثنان. أحسنتم، صفقتان متتاليتان، فقط صفقتان، أحسنتم يا أصحاب القبعات الست. الآن بقي في نهاية الدرس أن نستذكر ملخص لهذا الدرس، وهو ما ذكرتنا فيه صاحبة القبعة الزرقاء. أعيدي ما ذكرتينا به صاحبة القبعة الزرقاء من ملخص في نهاية الحديث. يمكننا تحديد الموقع باستخدام البوصلة، الجهات الأربعة الأساسية والجهات الفرعية. يمكننا تحديد الموقع باستخدام البوصلة، إن لم توجد البوصلة يمكننا تحديد الموقع باستخدام الجهات الأساسية وبالتمثيل، هي الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب، أو باستخدام الجهات الفرعية التي نحددها استنادا على جهتي الشمال وجهة الجنوب، فنحدد شمال شرقي، شمال شرقي، شمال غربي، الآن جنوب، جنوب شرقي، وهنا جنوب غربي. غربي. بقي في نهاية، بعد أن ذكرنا الملخص، بقي أن نحدد الواجب. التحديد الواجب وهو أكتب في مفكرتي اسم محافظتي، إلى أي محافظة أنت تنتمي، وما هي المحافظات التي تحيط بها، محددا الجهات الفرعية والأساسية. الفرعية والأساسية لهذه المحافظة التي تنتمي إليها. تفضل نور. لا، هذا كواجب، واجب في المنزل عندما تعود إلى المنزل، هذا هو الواجب. أكتب في مفكرتي اسم محافظتي والمحافظات التي تحيط بها، محددا الجهات الفرعية والأساسية لهذه المحافظة. في نهاية الدرس أشكر عملكم الرائع صغاري أصحاب القبعات الست، دمتم بخير ودامت سوريانا بألف خير.